كلش فيها كلش فيها. تم تسليمنا 5 سيارات إسعاف موجهة إلى المؤسسات الاستشفائية، منها مؤسسة الاستشفائية ورقلة، وكذا مؤسسة متخصصة للأم والطفل، ومستشفى حسين سعود، ومستشفى طب العيون ورقلة. كمان هذه كانت إضافة إلى 5 سيارات إسعاف كانت خلال شهر أوت، وهذا يدخل في إطار التكفل الجيد والحسن للمرضى الذين سينقلون أو يحولون إلى المؤسسات المتخصصة في المناطق الشمالية.